فند مصدر مسؤول في القوات المشتركة شائعات بشأن تحركات خارج المسرح العملياتي في جبهات الساحل الغربي وأوضحت القوات المشتركة أن التحركات العسكرية الأخيرة تأتي وفق خطة عسكرية صادرة عن قيادة القوات المشتركة ضمن نطاق المسرح العملياتي لمحافظتي الحديدة وتعز وتهدف إلى تعزيز الأمن وتأمين طرق الملاحة الدولية والشريط الساحلي ضد أي تهديدات حوثية